بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ربي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وأصلي وأسلم وأبارك على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقائد مسيرتنا محمد بن عبد الله الصادق الوفي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على سيره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وحيكم أيها الإخوة المشاهدون بتحية الإسلام الخالد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مكة، شرف المكان والزمان، والذي يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف بها فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار حفظه الله. باسمكم جميعا السلام عليك يا سيدي ورحمة الله وبركاته. مكة شرف المكان والزمان. الحبيب النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه سيدي أكرمه الله كما تفضلت، كما أكرم مكة بمزايا وعطايا وهدايا. الهجرة النبوية الشريفة التي حقيقة غيرت مجرى التاريخ، وفيها ما فيها من الدروس والعبر والعظات، التي هي نموذج فعلي لكل المسلمين بل لكل العالمين على اختلاف الأيام والشهور والدهور والسنين. ماذا يقول فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول في ذلك؟ بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله وبصلاة وسلامي على خاتم أنبيائي ورسلي، تحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الحلقة الماضية إلى الاضطهاد الشديد الذي لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقيه من أسلم معه في مكة المكرمة بعد وفاة عمه، وفاة السيدة خديجة زوجته أم المؤمنين، وكان سندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بعد دعم الله تعالى له. ولما اشتد الاضطهاد أمر عددا من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة في رحلتين متتاليتين. وفي نفس الوقت بدأ صلى الله عليه وسلم يتخذ من فرصة الحج، والذي كان يتم بطريقة شاذة وبعيدة عن المنهج الصحيح، لكنه كان يلتقي بالحجاج القادمين من مختلف أجزاء الجزيرة العربية، خاصة من المدينة المنورة، ويدعوهم إلى الإسلام. فعلى دفعتين كانت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية، وأرسل معهم مصعب بن عمير، وكان سفيرا عظيما لهذا الدين، استطاع بإيمانه وبثقته بربه وبحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإسلام إلى غالبية بيوت المدينة. وكان هذا إرخاصا لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اطمأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أنه أصبح هناك قاعدة للإسلام في المدينة، أمر المسلمين بالهجرة، حتى لم يبقى في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت أبي بكر وعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وبعض كبار السن والضعفاء بقوا لعجزهم عن التحرك إلى المدينة. شعرت قريش بخطورة انتقال الإسلام إلى المدينة، وبخطورة إقبال عدد كبير من العرب على قبول الإسلام دينا، فقرروا التخلص من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا في دار الندوة، واقترحوا يعني خطوط مختلفة، يعني كيف يمكن مقاومة هذا العمل. في الاجتماع تكلم أبو البحتري ابن هشام، فاقترح حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا احبسوه واغرقوا عليه الأبواب. فقال الحضور ليس هذا برأي، العرب يعني تعيرنا بذلك وتشمت فينا. تحدث الأسود بن عمر قائلا نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا،
فإذا خرج فلا نبالي بعد ذلك إلى أين ذهب ولا في أي مكان حل. قالوا ليس هذا برأي. وقال بعض الحضور أنتم تعلمون حسن كلامه وحسن قدرته على الإقناع، فكأننا يعني أرسلناه للدعوة خارج مكة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم تحدث بعد ذلك أبو جهل عمرو بن هشام زعيم مخزوم من قريش قائلا: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا فتى جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ويذهبون حيث محمد فيضربونه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل كلها، فلا تستطيع بنو عبد مناف قتال الجميع فيرضوا منا بالعقل أي بالدية، فجعلناه فعقدناه لهم. فاستحسن الحضور هذه الفكرة، وفعلا عندوا هذا الجمع من الشباب وأمروهم أن يحيطوا ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتظرون حتى يخرج فيضربوه ضربة رجل واحد. والوحي جاء للرسول الله يخبره بهذه المؤامرة، فأمر عليا ابن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه أن يبيت في فراشه. وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وسط هذا الحشد الهائل من المحيطين البيت، وضع على رؤوسهم التراب وأعماهم الله سبحانه وتعالى عن رؤيته ونفد من بينه. وكان قبل ذلك قد زار أبي بكر عليه رضوان الله في بيته، وتروي لنا السيدة عائشة عليه رضوان الله تقول: كان الرسول متعود أن يزورنا في اليوم مرة أو مرتين، إما في الصباح أو في المساء، ولكن قبل الهجرة بيوم جاءنا في الظهيرة. فتقول شعرنا أن هناك أمرا خطيرا، ما كهذا وقت ما كان متعود الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتينا فيه. قال دخل فرحب به أبو بكر وأجلسه على سريره، وسأله: يا رسول الله من أمر؟ قال له: يا أبو بكر أمرنا بالهجرة. قال: الصحبة يا رسول الله صلى الله. قال: الصحبة يا أبو بكر. فبكى أبو بكر. وتقول السيدة عائشة رضي الله ما رأيت رجلا يبكي من شدة الفرح كما رأيت أبو بكر يبكي في هذه اللحظة. وقال له الرسول: أخرج من عندك. قال: والله ما عندي غير بنتي، يعني عائشة وأسماء. وكان أبو بكر يعني قد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعداد يعني الراحلة التي ستأخذهم إلى المدينة، وإعداد الدليل، وإعداد من يسري يلغي أثرهم في الطريق. فهذا درس في حسن الإعداد، حسن الترتيب. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى بأبي بكر، ووقف في أحد تلال مكة ويقول: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج هو أبو بكر يسيران، يعني المدينة في شمال مكة، ولكن للتورية صار في اتجاه الجنوب إلى غار ثور يختبئان فيه حتى يعني يأتي الوقت للرحيل. وصل إلى جبل ثور وجبل شاق، وأبو بكر طول الطريق يسبق الرسول إلى الأمام أو يأتي خلفه أو يأتي عن يمينه أو يأتي عن يساره. فأسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك أبا بكر؟ قال: يا رسول الله أخشى الرصد فأكون أمامك، وأخشى التابع فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك أخاف عليك. الحب. نعم. الحب. وعندما وصل إلى جبل ثور، جبل في غار ثور، دخل نعم. غار ثور يعني الجبل شاق الارتفاع، نعم يعني صحيح صعب. فصعد فأبو بكر يعني حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني من فرط حبه لرسول الله لم يشأ أن الرسول يعاني هذا الصوت، حمله على كتفه ووصل إلى الغار. حاول الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل إلى داخل الغار فمنعه أبو بكر، قال يا رسول الله دعني أدخل قبلك أتحسس الغار لعل فيه بعض الهوام فأخشى أن يصيبك شيء منها. دخل أبو بكر فوجد طبعا أن حوائط الغار مليئة بالفتحات وما عنده وسيلة يسد بها هذه الفتحات إلا ثوبه، فخلع الثوب ومزقه وبدأ يسد هذه الفتحات، وبقيت فتحتان لم يجد لهما أبو بكر ما يسدهما به، فنام على الأرض وسدهما بقدميه ونادى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الغار، فدخل الغار فمن شدة الإجهاد نام على فخذ أبي بكر. فسبحان الله كان في أحد الفتحتين دول بعض الهوام فلدغ أبو بكر، فبدأ يبكي بكاء صامتا من شدة الألم حتى لا يوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم. بكاء صامتا؟ صامتا نعم، فنزل من دموعه شيء على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ. قال له ما لك يا أبو بكر؟ قال له لدغت يا رسول الله. قال له ديني قدمك. اداله قدمه يمسح عليها فطاب أبو بكر صلى الله عليه وسلم. وعندما طلع نور النهار لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر لا يلبس ثوبه الذي كان عليه، فسألوا أين ثوبك يا أبا بكر؟ قال والله مزقته يا رسول الله لأسد هذه الفتحات خشية أن يكون فيها بعض الهواء. فيرفع الرسول صلى الله عليه وسلم كفيه إلى السماء ويقول اللهم أعطي أبا بكر مقاما كمقامي عندك يوم القيامة. الله أكبر. دعوة لم ينالها أحد من قبل، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتخير من بعد. اللهم اجعل مقام أبي بكر عندك كمقامي عندك يوم القيامة. انتظر الرسول أبو بكر، وكانوا طبعا عادوا أن عبد الله بن أبي بكر يأتي إليهم بالأخبار، وأسماء بنت أبي بكر تأتي إليهم بالطعام والشراب، وراعي من الرعاة عند أبي بكر يعفو على أثارهم في الطريق، وهذا كله من روعة الاستعداد وروعة الترتيب وروعة إدارة الأمر من الأمور. بقي في الغار 3 أيام، جاء يعني المتتبعون للأثر، وطبعا جن جنون قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج دون أن يعني يدركوه، وعاتبوا الشباب الذين كانوا حاصرون البيت، يعني قالوا والله ما رأينا يعني ولا أدركنا كيف خرج. سبحان الله. وكانوا يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو النائم في فراشه الذي أعطاه لعلي بن أبي طالب من أجل أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. نعم. وكأني سيدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم يعني أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء طبعا. ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. صحيح. مع هذه المعاني أقف معك سيدي. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. Ha
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم أيها الإخوة المشاهدون، حياكم الله تعالى وبياكم، ومع فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار حفظه الله وبارك في عمره. مرحبا بك يا سيدي. كنا قد وقفنا مع فضيلتك مع اتخاذ الإجراءات كما تفضلت بأنها دروس حقيقية وتوعوية للأمة، لكل من يريد عملا، يريد نهضة علمية ثقافية فكرية، أن يأخذ هذه التعاليم من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تفضل. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في الغار 3 أيام، نعم، وأن القصاصين قصاص الأثر وصلوا إلى المكان، وبكى أبو بكر ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. صحيح. فقل له أبو بكر: يعني ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني يقين في الله سبحانه وتعالى كبير جدا. وقف الكفار ووجدوا طبعا أن على باب الغار فيه يعني العنكبوت بنى بيتا، وبعض الطيور أفرخت يعني في عشش، فقالوا لا يمكن يكون دخل هذا الغار، فانصرفوا وظلوا يتعقبون الرسول وصاحبه صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يبكي ويقول: والله يا رسول الله ما على نفسي أبكي، أنا واحد من البشر، إذا هلكت يعني لا تتغير الدنيا، ولكن أخشى لو أصابك شيء من السوء أن يضيع هذا الدين ويضيع هذا الجهاد. صلى الله. مضت 3 أيام بلياليها وهم في الغار، ثم أمر أبو بكر ابنه أن يأتي بالراحلتين، إحداهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم والثانية له، والدليل الذي يقودهم إلى الطريق. ونزل من الغار وقدم أبو بكر أفضل الراحلتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط أن يدفع ثمنها ويقول: هي لك يا رسول الله. أبو بكر قدم للإسلام من التضحيات ما لم يقدمه كثير من الناس، فأنفق ماله كله في الإعداد على الإعداد لهذه الرحلة. وأبوه غضب عليه أنه يعني أنفق كل ما يملك، فيقول أبو بكر: هذا الذي يبقى لي عند رب العالمين، يعني وكذا نموذج يعني للناس الذين يدخرون الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله. هذا أبو بكر يعني قدم للإسلام ما لم يقدمه كثير من الناس. ركب الرسول وأبو بكر وودعهما عبد الله وعاد إلى مكة. وفي طريقهما طبعا حدثت معجزات كثيرة، ومشكلة يعني السيدة التي أم معبد الخزاعية التي طلب منها الزاد، فقالت ما عندها شيء تقدمه لهم، وجد شاة ضعيفة موجودة، قال يعني هل بها لبن؟ قالت ما أضعف من ذلك، فقال تسمحين لي بحليبها، فقدمتها له، فسمى بسم الله ومسح على ظهرها وعلى ضرعها، فأفاضت كما هائلا من اللبن. صلى الله عليه وسلم. سقي يعني أم معبد وكل من كان معه، واستقبل هناك استقبال الفاتحين، وأمر ببناء المسجد، إلى آخر القصة التي يعرفها كثير من الذين درسوا هذا التاريخ. الذي أقول أن مكة أظلمت بمغادرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبدأ الكفار يستعدون يعني لملاحقة الرسول في المدينة، وحدثت يعني أمور كثيرة قد لا يتسع المقام لعرضها. يعني من أهمها إسلام سلمان الفارسي وإسلام عدد من قيادات اليهود في المدينة بمجرد مقابلتهم للرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني حدثت مواقف كثيرة يعني متعلقة بالمدينة أكثر منها متعلقة بمكة المكرمة. والرسول وضع دستور المدينة، وكان يعتبر أول دستور في تاريخ البشرية، وإن كان يقال أن في بابل كان هناك دستور قديم، لكن أول دستور إنساني
يعني يضع الإنسان محور الدستور ومدار، يعني بينما الدساتير الأخرى كانت وضعية يعني نعم. تهتم بالدنيا أكثر مما تهتم بالإنسان. نعم. طبعا لم يهدأ لقريش بال وأرادوا أن يحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وهو في المدينة علما أنه ترك لهم كل شيء. نعم. نعم ترك لهم كل شيء. ف يعني بدأت غزوة بدر الكبرى، كان يعني تجار من مكة عائدين من الشام، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الطريق عليهم استردادا لبعض الحقوق التي صدرها أهل مكة للذين هاجروا معه أو هاجروا من قبله. القبيلة هذه أو القافلة هذه نجت من عملية، وهذا دفع قريش إلى الدخول في معركة بدر الكبرى التي عز الله فيها الإسلام، وكانت أول انتصار حقيقي على كفار ومشركي قريش لاسترداد حقوقهم وهيبتهم. وهيبتهم نعم. كان من أهم هذه المعارك معركة فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، والتي سبقها صلح الحديبية. الحديبية يعني في السنة السادسة من الهجرة اشتاق المسلمون المهاجرون إلى مكة المكرمة، إلى بلدهم. نعم نعم. وطبعا اشتاقوا إلى من تركوا خلفهم من أهلهم وأموالهم وممتلكاتهم، فطالبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتحركوا إلى مكة لأداء العمرة. وتحرك الرسول ومعه عدد حوالي 1000 رجل وامرأة، تحركوا إلى مكة. ومن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وقف خارج مكة وأرسل وفدا يفاوض كفار قريش على أن يسمحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء العمرة، إيمانا بأن مكة للمسلمين أصلا، يعني ليست للكفار المشركين. ولكن كفار ومشركي قريش كانوا يتخيلون مكة ملك لهم وحدهم، فأبوا أن يسمحوا له. وأشيع أن عثمان بن عفان قد قتل وكان مندوب الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، فاستعد الرسول لقتالهم، ولكن جاء وفد من كفار قريش ليفاوض الرسول وعلمه أن عثمان بخير. وهنا لنا وقفة مهمة جدا، أن نعم. قرشيين قالوا لعثمان إن أردت أن تطوف أنت بالبيت فطوف، أما محمد وأصحابه لن يسمح له. فيقول عثمان والله لا أطوف قبل رسول الله أبدا. إنه الحب. نعم. فالمهم ذهب وفد يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صلح الحديبية الذي أعطى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من التنازلات لكفار قريش الشيء الكثير، أنه من أتى الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد أن يسلم من أهل مكة يرده لهم، ومن يأتي لأهل مكة من الذين أسلموا مع رسول الله لا يردوه. وسيدنا عمر الخطاب غضب لذلك غضبا شديدا ويقول له ألست برسول الله؟ يقول له بلى، ولكنه الفتح. أي فتح يا رسول أي الله فتح. يقول ألستنا على الحق؟ يقول له بلى نحن على الحق. يقول لماذا هذه التنازلات؟ يقول له يا عمر والله إنه الفتح. وحدث فعلا أن هذا العمل كان فتحا عظيما، لأنه أتاح فرصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أن ينفتحوا على القبائل الأخرى، حتى لو لم يكن هؤلاء القبائل قد أسلمت، فانفتحوا إلى على عدد من القبائل، وبدأ يزداد تأييد قبائل العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كله ببراعة وذكاء ويعني سعة رؤية. نعم. أفقية من الحبيب. صحيح. صلى الله عليه وسلم. لعلي سيدي عند هذا الموقف الذي يعني فعله الحبيب صلى الله عليه وسلم المشرع في عالم الإسلام ودنيا المسلمين، ما رضي أن يدخل مكة، ما رضي أن يجابهه، ما رضي أن يسفك الدماء كما تفضلت سيدي، أنه حتى يأتي يرده النبي، حتى أنهم طلبوا منه أن يرجع إلى
إلى المدينة وأن لا يحج وأن لا يعتمر في هذا العام، وافق ومع ذلك وافق. نعم. لعلي سيدي يعني أتابع معك في حلقة جديدة إن سمحت. بارك الله فيك. في حلقة جديدة إن شاء الله نكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المشاهدون، عند هذه المواقف الإبداعية العظيمة الفذة التي فعلها نبي الإسلام ومفخرة العالم رحمة الله للعالمين بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، نقف حتى نكمل في حلقة جديدة من برنامجكم مكة شرف المكان والزمان. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.